اتصلنا بالدكتور خالد الحسني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك، مساء الخير يا فندم. أهلا بك. مساء النور. وطبعا البحيرات المصرية دي كنز، لكن للأسف حدث عليها كتير من التعديات وكتير من مصادر التلوث. دلوقتي بنتكلم عن يعني لجنة تتابع يعني التلوث. كلمني حضرتك عن الغرض من هذه اللجنة، وهل لديها آليات لمنع أو التقليل من حدة التلوث الذي تتعرض له البحيرات؟ اولا احب اوضح ان هناك اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه ومجلس الوزراء ومعالي الوزير شخصيا بموضوع البحيرات الشماليه والثروه السمكيه بصفه عامه. في الاونه الاخيره كلنا بنسمع عن الاخبار ان في مشروع قومي للثروه السمكيه، وكان في القسم الاول منه هو تطهير البحيرات وتطهيرها من التعدي عليها ومن الملوثات. كلنا نعلم ان هناك كان مشاكل كبيره منذ زمن طويل بالنسبة للبحيرات. في مصادر تلوث كتير جدا، سواء صرف صحي أو زراعي أو صناعي. وفي نفس الوقت في مشاكل بالنسبة للتعديات. معالي الوزير أما أصدر القرار دوت كان المقصود منه هو لجنة من عدة لجان تم التنسيق بينها بين الجهات المختلفة عشان خاطر نحافظ على البحيرات. بحيرة المندلة مثلا هناك مشكلة كبيرة جدا، في حوالي 9 مصارف بترمي على بحيرة المندلة. بتأثر عليها سواء من ناحية تقليل الأكسجين أو ارتفاع قاع البحيرة، وبالتالي بتقلل من كمية الأسماك وبيخليها بيئة غير صالحة لنمو الأسماك والمخزون السمكي. الآليات اللي موجودة بالنسبة للجنة، سيادتك واضح من اللجنة إن هناك جميع الجهات مختصة بالبحيرة زي البيئة وزي مرافق المياه، دول جهات مسؤولة عن كل ملوثات الكم في البحيرات. في مشروع كبير ان شاء الله هنحاول نعمله، فيها هدرات هنحاول نعملها على كل المصارف بحيث نقلل التلوث اللي بيخش وكميه المياه والمعادن الثقيله اللي بتنزل في بحيره المنزله او بحيرات الاخرى، بحيث ان احنا هيكون في اليه ثانيه هنبتدي نشيل الملوثات او ما جاء ما بعد الهدرات بحيره المنزله، وبالتالي هنحسن خواص المياه اللي موجوده في البحيره. دي هتاخد فتره بالزمن لا تقل عن حوالي من 4 لـ 5 شهور. في خلال الفتره ديت ان شاء الله هيكون في مشروع تاني اللي هي فتح البواغيز وادخال مياه البحر. هيكون منها القاء ذريعه، هيكون في وصول معدات لاول مره تنزل في البحيرات بحيث ان هي تبتدي تعمل نظام جديد بيئي بالنسبه للبحيرات. طيب يعني البدايه من بحيره المنزله لان هي يعني الاهم والاكثر عرضه للتلوث، ولا يعني كل البحيرات هتعمل معا؟ والله احنا ان شاء الله بدانا في بحيره البرولوس وبحيره المنزله وبحيره مريوط، الثلاث بحيرات الموجودين اولين. طيب المصادر الماليه بقى لتمويل هذه المشروعات والقضاء على التلوث هتيجي منين يا فندم؟ هي الموازنه العامه الخاصه بالهيئه العامه للثروه السمكيه. اكيد هيكون في دعم مالي ثاني في الموازنه او تدعيم بالنسبه للموازنه من الوزراء، لان زي ما قلت في البدايه ان في اهتمام من القياده السياسيه بهذا الشان. لو عاوزين نوفر المسطح المائي الصالح للصيد الحر بالنسبه لالاف الصيادين. دي نقطه البدايه بالنسبه لثلاث بحارات. الفوائد اللي ممكن تعم علينا من مشروعات زي دي؟ اولا هيكون زي ما قلت في بيئه صالحه بالنسبه للاسماك بالنسبه للمسطح المائي، فبالتالي هيكون في عائد كبير اقتصادي ومن صيد الاسماك بالنسبه للصيادين، وخاصه لو احنا قلنا ان حيره المنزله وحيره البرولو لا تقل باي حال من الاحوال عن 25,000 صياد بيعملوا عليهم. ده غير العماله المباشره، رزق اللي بيكفلوهم سواء من اسر، فبنتكلم عن حوالي من 50 لغايه 55,000 نفمه. بشكر الدكتور. اتفضل يا فندم. اتفضل. العائد الثاني ان هيكون في أسماك صحية بتكون في الأسواق المصرية إن شاء الله. بشكر حضرتك دكتور خالد الحسني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، شكرا جزيلا لحضرتك، ونتمنى توفيقكم في المهمة دي لأنها بننادي بها من زمان جدا، يا ريت فعلا تجد طريقها للنور.